الأخوات، السلام عليكم. معكم بوتينا في فيديو ووصفة جديدة إن شاء الله. الأخوات، اليوم اللي غادي نشارك معكم كيف ما تيبان لكم المقادير، خبزة المدفونة اللي معروفة بها منطقة الرساني إقليم الرشيدية. خبزة صراحة اللي تجي لذيذة وزوينة. الوغ اللي غادي نحتاجو باش غادي نصاوبو المدفونة ديالنا، هنا عندي مقدار ديال اللحم اللي قطعته طريفات صغيورين كيف ما تتلاحظوا. هنا المقدار تيبقى على حسب عدد الافراد وعلى حسب الحجم ديال الخبزة اللي غادي نهيئو. هنا تقريبا عندي 700 غرام ديال اللحم اللي قطعته طريفات صغيورين بحال هكا. عندي بصلة حجم متوسط اللي قطعتها مشولدة رقيقة بحال هكا. عندي ثلاثة ديال البيضات مسلوقين. عندي هنايا ما مقدار جوج المعالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، القليل من اللوز اللي سلقته وقليته تبقى اختياري. بالنسبة للعطرية عندي معلقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر، معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة صغيرة ديال الخرقوم ولا الكركم، عندي معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة سكينجبير، الملح على حسب الذوق، ومعلقة صغيرة ديال القزبر اليابس. وطبعا أنا هنا مسبقا هيئت العجين ديال الخبز باش نختصر المراحل. العجينة ديال الخبز العادية اللي تنعجنوها، يعني الدقيق، أنا هنا درت الدقيق الأبيض الفورس ودرت الفينو وطبعا الملحة والخميرة. عجنت العجين عادي، طبعا خصو يكون مطلوق، يعني العجينة اللي تنعجنو ديال الخبز. على بركة الله ندوزو نهيئو المدفونة ديالنا. الأخوات، في إناء حطيت شرائح ديال اللحم، غادي نزيد عليهم كيف ما قلت البصلة مشولدة. المهم هاد المقادير كاملة تتبقى اختيارية على حسب الحجم ديال الخبزة وعدد الأفراد. القزبر والمعدنوس، مهم تنستعمل يدي. اللي ما وضعتش الأخوات هو الزيت، غادي نضيفو تا هو زيت الزيتون كيف ما تتلاحظوا. نضيف زيت الزيتون، هنا تقريبا نصف كأس. هي في الأصل تيديروا فيها الشحمة، ولكن أنا هنا ارتأيت باش يعني صراحة ما تناكلش، لا أنا لا الأسرة ديالي ما تناكلوش الشحمة. ألوغ ارتأيت ندير زيت العود. الو غادي نخلط البصلة مع اللحم مع القزبر والمعدنوس والعطرية تقريبا بحال الشكل باش تنصاوبو اللحم ديال القضبان بهذا الشكل بحال هكا. وتنخليو هاد العناصر، يعني هاد اللحم هذا نخليوه قبل ما نبداو نهيئو في الخبزة، نخليوه يرتاح واحد المدة ديال 15 دقيقة تال 30 دقيقة وعاد نديروه في العجين. ولكن دابا انا مني ديجا موجده العجين غادي نهيئوها مباشره. هي تيبقى كل ما العجين، كل ما الخبز سمحوا لي، كل ما طريفات ديال اللحم كانوا مرقدين تيعطيو العطريه تدخل فيهم بشكل احسن. الاخوات، بالنسبه للعجين في المدفونة ديما خاص تكون عندنا قرصة كبر من الأخرى، يعني اللي غادي تكون هي القاعدة تتكون كبيرة، واللي غادي نغطيو بها الحشوة تتكون هي صغيرة. ألو غادي ناخد دقيق الفينو غادي نوضعو فوق سطح العمل كيف ما تتلاحظوا، وغادي ناخد القرصة وغادي نقرص العجين بهذا الشكل بحال هكا. كيف ما تنديرو الخبز ديالنا نيشان بهذه الطريقه بحال هكا. تناخذ القرصه الثانيه حتى هي كيف ما تلاحظوا، نقرصها حتى هي بهذا الشكل بحال هكا.
الكاكاوات. انا ساليت من التكراس ديال الكرصات كيف ما تلاحظوا. غادي نجيب اللي قرصت في الاول بهذا الشكل بحال هكا، وغادي نحط الحشوه ديال اللحم. نحاول نحط اللحم في الوسط ديال العجين باش فاش نحط الخبزة الاخرى نلقى كيفاش نجمع العجين ونغطيه كيف ما تلاحظوا. صراحة تجي لذيذة، وما تنظنش شي واحد غادي يكون مشى لمدينة الريساني وما كلاش الخبز ديال المدفونة، يعني معروفة هذيك المنطقة وهي تتهيئ تما على مدار سنة كاملة، وتتهيئ أكثر بالمناسبة ديال عيد الكبير، يعني الناس ديال الريساني تيصوبوا هاد الخبزة بزاف في عيد الكبير. غادي ناخد البيض وغادي نقطعو دوائر بهذا الشكل بحال هكا. ملي حطيت البيض بهذا الشكل بحال هكا نضيف اللوز. اللوز كيف ما قلت يبقى اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي بغى يستغني عليه يستغني عليه، المهم حتى هو المذاق ديالو تيعطي حتى هو مذاق زوين في المدفونه كيف ما تلاحظوا. ودابا غادي نهز الخبزه الاخرى وغادي نحطها فوق الحشوه بهذا الشكل بحال هكا كيف ما تلاحظوا. وغادي نهز الجوانب ديال الخبزه اللي في القاعده ونبدا نقرم على العجين بهذا الشكل بحال هكا كيف ما تلاحظوا. طبعا غادي نخليوها شويه تخمر تماما بحال الخبز العادي، ونسخنوا الفران على درجه حراره 200 درجه وندخلوها تطيب من الفوق ومن التحت تماما بحال الخبزه العاديه. نقرموا عليها مزيان، وطبعا قبل ما ندخلوها الفران نديروا فيها ثقب في الوسط وعاد ندخلوها. طيب هنا الاخوات تناخذوا الاناء اللي تيدخل الفران وغادي نوضعوا فيه الخبزه. طبعا هاد الوجه اللي تيبان لينا هو اللي غادي نديروه لتحت في الاناء كيف ما تلاحظوا بهذا الشكل بحال هكا، ونخليو العجين ديالنا يخمر واحد المده ديال 3 ولا 4 دقائق، خصوصا دابا مع الحال سخون العجين دغيا تيختمر. وغادي نديرو ثقب في الوسط ديال العجين ومن بعد ندخلوها طيب كيف ما قلت على درجه حراره 200 درجه الجهد اللي غادي يطيب لينا الخبزه ديالنا. نتلاقاو بعد الطهي. الاخوات ها هي الخبزه المدفونه ديالنا ملي خرجناها من الفران، صراحه يعني جات طيبه بحال الخبز العادي، وتجي محمره من التحت ومن الفوق كيف ما تلاحظوا. غادي نقطعها باش تشوفوا كيف ما تجي كيف تجي من الداخل. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، واللحمات تيجيو طايبين وتتجي مضغمره مزيان ولذيذه، صراحه لذيذه. تنتمنى الاخوات يجربوها ويشاركوها مع العائله ديالهم ومع وليداتهم. يمكن نقدموها كوجبه في الكوتي مع اتاي، صراحه تجي لذيذه. وما نقولش لكم على واحد الريحه شهيه اللي خارجه وطالعه منها، ما شهيتكم البنات. حبيباتي نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتهيئوها للعائله ديالكم.
غادي تنال الاعجاب ديالكم، انا متاكده من هذه المساله. نتمنى كذلك الفيديو يكون عجبكم وتلايكيو وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس. شكرا والى اللقاء، الفيديو ووصفه قادمه ان شاء الله. تحياتي. حبيباتي السلام عليكم، معكم بوسينه.